المسيرون في حلب أن الجيش السوري يواصل تقدمه في عملية عاصفة الشمال في ريف حلب لتطهيرها من الجماعات المسلحة. وقتل الجيش عددا كبيرا من المسلحين في تلال كفر حمراء وتلال الشويحن وتلال عبد رب هادي، وتصدت القوات السورية لمحاولة اقتحام مطار منغ من قبل المسلحين وقضت على أعداد كبيرة منهم، كما تصدت لمحاولة دخول السجن المركزي في حلب. واستهدف الجيش المجموعات المسلحة في منطقة عندان وحريتان التي تعد المعاقل الرئيسية لما يسمى بجبهة النصرة، كما وقعت اشتباكات في خان العسل وتم استهداف تجمع للمسلحين. عملية هي الأكبر ينفذها الجيش السوري، الهدف تنظيف الريف الشمالي لمدينة حلب من تواجد المجموعات المسلحة وتحديدا جبهة النصرة. العملية بدأت من عدة محاور، حيث يقوم الجيش بمحاصرة المجموعات المسلحة في العديد من البلدات، بالإضافة إلى استهداف تجمعاتهم، خصوصا أن بعض هذه البلدات تعتبر معقل جبهة النصرة لأنها مفتوحة على الحدود مع تركيا. مع ساعات الفجر الأولى بدأت عملية تنظيف بلدة شويحنة. دخل الجيش إلى هذه البلدة وقام بتنظيفها، والكتابات تدل على تواجد جبهة النصرة. محور آخر وهو تلال كفر حمراء وكفر داعل تقدم الجيش باتجاهها، اشتباكات تدور على بعد أمتار والتقدم والانتشار مستمر. جثث المسلحين الذين سقطوا خلال المواجهات ما زالت في هذه الخنادق حيث تركت هنا. تقدمت قواتنا المسلحة الباسل باتجاه منطقتين نبل والزهراء من أجل فتح الطريق وإيصال المساعدات وفك الحصار عن هاتين المنطقتين، والتقدم هائل والنتائج إيجابية جدا، والمسلحين يتركون عتادهم وسلاحهم وينسحبون فارين، وجثثهم بالمئات يتركونها خلفهم ولا يستطيعون أن يسحبوا ولا واحدة منها. عملية الجيش السوري متواصلة والهدف محاصرة المجموعات المسلحة بين القرى والبلدات. كما نتابع الآن عملية قصف للمجموعات المسلحة التي تتواجد على تلك التلة، وعملية الجيش السوري تبدأ من هذه المرحلة باتجاه المناطق التي تتواجد فيها هذه المجموعات المسلحة لملاحقة كل المجموعات في تلك المنطقة. إذن مع بدء عملية الريف الشمالي وتنظيف بعض البلدات، يكون الجيش السوري قد بدأ بإعادة الانتشار وتنظيف هذه المناطق، ما يترك الأثر الإيجابي على واقع مدينة حلب. حسين مرتضى، العالم، من الريف الشمالي لمدينة حلب.